صباح الخير، صباح الخير لكم، وصباح الخير لفلسطين، صباح الخير للمرأة في كل أماكن تواجدها. طبعا اليوم أنا بصبح على كل الناس اللي بيهموني والناس اللي بحبهم واللي بحبوني، بصبح على كل ست، كل رجل، كل إنسان صبح مبتسم، توجه لمكان عمله بهمة، بنشاط، بتفاؤل. لكل إنسان رمى حمل الأمس وهموم الأمس بأمل وبتفاؤل ليوم جديد. نتمنى أنه يكون يوم جديد، عام جديد. كمان للمرأة بمناسبة الأسبوع مناهضة العنف بنقول نتمنى لك حياة سعيدة بعيدة عن العنف، وبوجه رسالة للرجل أنه كون رحيم بهذه الست اللي أنت مسؤول عنها، لأنها هي مظلة البيت، هي اللي الأساس في هذا البيت، هي الحنان، هي الحب، هي اللي بتعطي الدفء لهذا البيت. فكل عام وانتم بخير وبصحة وسلامة وسعادة وهنا. صباح الخير، زكية مسعود من اتحاد لجان المرأة العمل الاجتماعي. بصبح على دولتنا، دولة فلسطين، اللي بإذن الله حتتحقق وبداية تحقيقها. بصبح على المرأة الفلسطينية بشكل عام في المخيمات، في الخارج، في نصنا الثاني في غزة، اللي بنتمنى فعلا يكون في رابط وفي زيارات وتواصل أكثر ما بيننا. حقيقة إحنا كمرأة فلسطينية في أسبوع مناهضة العنف ضد المرأة، واللي بداية تحضير لإله بهاي الأيام، إحنا بنقول فعلا كفى للعنف ضد المرأة وضد الطفل، كفى العنف ضد مؤسساتنا وضد دولتنا. صباح الفل، سهام نور، المحكمة الشرعية في طول كرام. بحب أصبح على الكل، على جميع الشعب الفلسطيني بكل أطيافه وكل فئاته، صبايا، شباب، اختيارية، على أمي في البيت، على أهلي في الغربة، على أخوي في سوريا، على الجميع. شكرا لكم. وش بتمني لهم؟ بتمني لهم سنة جديدة إن شاء الله يا رب، العام الجاي في الشحروب، وكل واحد مطمن على اللي إله في الغربة، والبيوت سعيدة وخالية من المشاكل والمشاحنات، خاصة إنه نسبة الطلاق بيقولوا في طول كرم زايدة كثير، وأنا بقول لهم لا، نسبة الطلاق عندنا زايدة فقط في فترة الخطبة مش في الزواج، والحمد لله بتمنى إنه الاستقرار لجميع الأسر. صباح الخير، ياسمين خروف من صحة طول كرم. بحب أصبح على طاقم مديرية صحة طول كرم، على أهلي، على أخوتي، على الشعب الفلسطيني، وبحب أحكي إنه في هذه الأرض ما يستحق الحياة.